ضمن ما فعله المجلس الرئاسي هو الصحيح، هو الذي يحاكي خطوات تنفيذ الاتفاق السياسي، أما ما فعله البرلمان هو كان خارج نطاق الاتفاق السياسي، هو عبارة عن بلطجة قبلية وبلطجة عسكرية، وتعلمون أن هذه المنطقة تحت حكم عسكري، الأعراف الديمقراطية لا يستوجب إخراج أي قرار سيادي للدولة تحت الحكم العسكري، وهذه هي النتائج الانفلات الأمني والسياسي. المتوقع هو حكومة فيصل السران سوف تستمر في عملها إلى حين تقديمها للبرلمان، وسوف تعقد جلسة أخرى ربما بشروط جيدة، وسيكون التصويت عليها إذا كان في أجواء حرة وذات سيادة لكل عضو سوف تنجح حكومة السراج وسوف يتم المصادقة عليها بغالبية، أما إذا استعمل البلطجة السياسية والقبلية والعصابات فلن ينتج شيئا من ذلك، ولكن الحكومة في النهاية سوف تمر، إن الاتفاق السياسي مؤيد من قبل العالم والبرلمان ما زال خارج الاتفاق السياسي إلا بعد العديل الإعلان الدستوري الذي يحتاج إلى 2+1 من الأعضاء حتى يصبح البرلمان شرعي، والبرلمان كما تعلمون المنتدى الدستورية انتهت من أكثر من 7 أشهر مضت، وهو يعتبر في حال الميت، ولكن الاتفاق السياسي أحياه وأعطاه فرصة أخرى، ولكن فرصة لن تستمر طويلا.